اطراب الجزائر بالذات، لانه الجزائر ممكن تحسم معركه نصف الملعب. نصف الميدان عند الجزائر قوي جدا، رتم اللعب في الجزائر عالي جدا. المنتخب التونسي منتخب انا بقول كويس، بس هجومه ما بالقوه المخيفه، يعني حتى مسيرته في المجموعات بتدل على كده، انه هجومه ما بالقوه المخيفه. المنتخب الجزائري رتم واضح ثابت، عنده مفاتيح للحل. بالمناسبه انا بضيف لكلام كابتن مدثر، في لاعب مجهول في منتخب الجزائر ما في زول منتبه له، اللي هو ارتكاز منتخب الجزائر سفيان بن دبكه. اللاعب ده هنا بيلعب في الفتح السعودي، ما بيلعب في الخانه، بيلعب في الفتح السعودي، هو زي لاعب نص متقدم او جناح على الجهه اليمين سفيان بن دبكه. في منتخب الجزائر بيلعب لاعب ارتكاز دفاعي، ده لاعب يعني مفتاح لعب في المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عنده هجوم كاسح، بغداد منجاح، عنده الابراهيمي، عنده البلايلي، ده لعيبه عاليين جدا جدا. الابراهيمي لاعب مميز قيمه فنيه كبيره، قيم على اعلى مستوى. وبعدين المنتخب الجزائري عنده الريتم الجماعي، الريتم الجماعي وسريع وبيلعب بالضغط العالي. المنتخب التونسي لما في مباراته مع مصر كان واضح، يعني انه ما هو المنتخب اللي كان خطير جدا جدا. انا بقول انه المنتخب المصري كان منتخب مهزوز في المباراه، يعني ما ادانا المنتخب المصري الحقيقي، عشان كده ظهر التفوق التونسي وليس لقوه الشديده بتاعت المنتخب التونسي. فانا اعتقد لو سارت الامور بنفس المجريات دي، الجزائر اقرب بصوره كبيره جدا، مع اختلاف طبعا توقعات النهائيات وحسابات المباريات النهائيه، حسابات صعبه جدا جدا للمدربين يعني. جميل.